بقول لك ايه، شغل موسيقى رعب كده. لا لا مش دي، لا لا فيكس بس هي دي. بص انا عامل لك جو رعب ودخان وموسيقى تصويريه وضلمه وبتاع، عايزك في موضوع بجد مرعب، خليك معايا. يا مساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. طبعا في الظروف اللي احنا فيها دي كلها احنا كلنا قاعدين في البيت، مش كلنا قوي يعني بصراحة، وللأسف في كتير مننا مش عارفين يشتغل، وللأسف اكتر في كتير مننا سابوا شغلهم او اتفصلوا بسبب ان شركته مش قادرة انها تديله مرتبه في الظروف دي، واكيد الناس دي هيضطروا يبقوا من غير شغل الفترة الجاية. الكلام ده انا متأكد انك حاسه ولكن خايف تصدقه او خايف تسمعه، ولكن للأسف دي حقيقة. تخيل معايا كده يا مؤمن ان 3 مليون امريكاني في امريكا سابوا شغلهم الاسبوع اللي فات وقدموا استمارات في الحكومه عشان خاطر ياخدوا اعانه شهريه لانهم مش قادرين ان هم يصرفوا. دول الامريكان بس اللي جوه البلد اللي سابوا الشغل، بالك الناس اللي مش امريكان اصلا وموجودين برضو جوه البلد، دول بس اللي قدموا، اكيد في غيرهم اكتر واكيد شركات كتير هتقفل. ال 3 مليون بني ادم دول بيمثلوا تقريبا 1% من تعداد سكان امريكا كلها. لو خدنا نفس النسبه دي وخدناها طبقناها على مصر الموضوع هيبقى مرعب. تخيل معايا ان تقريبا 1 مليون بني ادم مصري هيفقد شغلانته في خلال الاسابيع اللي احنا فيها دي. عدد كبير ومرعب صح؟ انت مسودها ليه كده عم عمر؟ ما تخليها على الله. هو كله على الله طبعا، بس حضرتك لازم تعمل اللي عليك، لازم تاخد بالاسباب وتجهز نفسك، ساعتها تقدر تخليها على الله. واكيد انت فاهم الفرق ما بين التوكل والتواكل. ايوه هنعمل ايه برضه؟ بناء على خبرتي ومعرفتي المحدوده جدا قدرت ان انا اوفر لك 3 اختيارات عشان خاطر ما تتاثرش قوي بالظروف اللي احنا فيها دي. اول اوبشن ان انت تنقل شغلك كله اونلاين. تقدر تنقل شغلك كله اونلاين ازاي؟ ده بيعتمد الحقيقه على مجالك انت، يعني نوع مجالك انت، هل ينفع ان هو يتنقل يبقى اونلاين ولا لا. وللاسف ان تقريبا 30% فقط من الوظائف العالميه تقدر بس ان انت تشتغلها اونلاين. فالسؤال ده يرجع انت مجالك ايه اصلا، ولكن حاول باستماتة ان انت تنقله، انك تخليه اونلاين بحيث انه يدوم فتره اطول معاك والريسك يبقى اقل او المخاطره تبقى اقل. تاني اوبشن انك تبقى فريلانسر. فريلانسر يعني انت شغال اونلاين مش تحت شركه معينه، لا انت شغال مع نفسك، سواء كان تصميم او بتعمل فيديوز او بتعمل اديت لفيديوز او ويب سايت او اب ديفلوبر اللي هو بتعمل تطبيقات يعني او مواقع. يعني تنوع كبير قوي من الوظائف اللي تقدر تشتغلها كفريلانسر. انا مش احسن حد يقول لك ازاي تشتغل فريلانسر وتشتغل ايه وايه اكتر الحاجات المطلوبه، بس افضل حد يفيدك في الموضوع ده هو احمد كيميا. احمد بيعمل فيديوز كتيره قوي عن الموضوع ده، وكمان عامل كورس فريلانس تقدر تخش وتتفرج عليه، بيعرفك ازاي تبقى فريلانسر وايه الحاجات اللي انت محتاجها. هتلاقيني حاطط لك لينك قناته موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو ده، ان انا مؤمن بفكره ادي العيش لخبازه. ثالث واخر اوبشن معايا النهارده هو انك تشتغل على الانجليش بتاعك وتبقى جاهز لاي حاجه. كلنا دلوقتي عارفين ان الانجليش داخل في كل الشغلانات المحترمه اللي احنا عايزين نشتغلها، ومفيش شغل محترم من غير انجليش. فلو لا قدر الله حصل لك ظروف واضطريت انك تسيب شغلك، هيبقى عندك اوبشن كويس انه يريحك شويه في حته انك تقدر تدور اسهل. ولو ده فعلا حصل لك وحابب تعرف ايه اكتر شغلانه واسهل واسرع شغلانه ممكن تشتغلها، فانا بناء على خبرتي اقدر انصحك بالكول سنتر. انا شايف ان الكول سنتر من اقل الصناعات اللي هتتاثر شويه بسبب الظروف اللي احنا فيها دي، وعلى طول محتاجه ناس، ولكن شرطها الاول والاخير انك تكون بتتكلم انجليش كويس جدا، خاصه الشركات المالتي ناشونال. ليه الشغلانه دي يا عمر؟ ما هي مش شغلانه عمر، يعني انا مش بقول لك شغلانه عمر، انا بقول لك شغلانه مؤقته تقدر تشتغلها لفتره معينه لغايه ما تقدر ان انت ترجع تاني تشتغل في المجال بتاعك. يعني مش بقول لك انزل من بيتك دلوقتي روح اشتغل في كول سنتر، انت بس خليك جاهز عشان خاطر لو اضطريت ان انت تعمل الاوبشن ده يبقى سهل عليك وانت اوريدي تبقى عامل اللي عليك وجاهز. ولما تبدا تشتغل كول سنتر لفتره وبعد كده حابب ان انت ترجع لمجالك وفي فرصه تانية، نط وارجع لمجالك على طول. لو شايف نفسك جاهز بالانجلش بتاعك دلوقتي انك تشتغل في كول سنتر، هتلاقيني سايب لك لينك فورم او استماره كده موجوده في الديسكربشن بتاع الفيديو ده، تقدر تكتب فيها بياناتك وانا هساعدك بنفسي انك تقدر تلاقي شغل في كول سنتر كويس قوي بمرتب محترم جدا. الليفلز في الانجليش المتعارف عليها عالميا اقل واحد A1، بعد كده الاعلى منه A2 B1 B2 C1 C2. افظع كول سنتر في التاريخ واحسنهم في التاريخ بيطلب B2 مثلا. حاول ان انت تشتغل على الانجليش بتاعك لغايه ما توصل لB2، وصدقني تقدر تستغل الفتره اللي احنا فيها دي كويس جدا في انك تعلم من نفسك قوي. فاللي انا بطلبه منك خليك جاهز بس، مش هتخسر حاجه والله. فضلت زي ما انت في الشغل فبقيت بني ادم اقوى، سكيلز بتاعتك عليت، المهارات بتاعتك بقت اعلى، فبالتالي ده هياثر عليك بشكل ايجابي. ما اشتغلتش على نفسك وبرطعت وقعدت على الكنبه كده ما بتعملش حاجه،
ولو خدت القرار وحابب انك تشتغل على الانجليش بتاعك دلوقتي فلازم تسأل نفسك سؤال، عايز تشتغل عليه بكورس ولا مع نفسك؟ في الديسكريبشن هتلاقيني سايب لك لينكات او روابط لاكتر من فيديو هيساعدك قوي ازاي تبدأ وازاي تشتغل على الانجليش بتاعك مع نفسك. ولو حابب تخش على كورس على طول عشان توفر وقت فتقدر تقدم عندي في جيت واي، احنا دلوقتي شغالين اونلاين بحيث يبقى معاك تو اوبشنز اهو. وبرده هتلاقيني سايب لك لينك الاستفسارات وصفحه جيت واي موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. كده معاك ثلاث حلول، شوف الانسب بالنسبه لك وابدا اشتغل عليه دلوقتي فورا حالا الان، يعني ناو يعني يتست. اشتغلت على نفسك وحسنت من نفسك وخدت بالاسباب، ساعتها تقدر تخليها على الله لانك فعلا هتكون عملت اللي عليك يا بطل. يا رب تكون استفدت النهارده شويه. ثانك يو فيري ماتش فور واتشينج، واشوفك ان شاء الله الفيديو جاي. بص هو انا اسف لو سودتها في وشك النهارده شويه، بس ايه رايك في الدخان والضلمه والحركات؟ لو كنت طفيت اللمبه دي كانت هتبقى احسن، لو كنت طفيت الاثنين اللي ورا كلهم كان هبقى احسن، ولا مش عارف، مش هرجع اصوره تاني خلاص. والكلمتين طلعوا يلا.